بقى شوف، عشان بس تشوف هذا الاحتلال مجرم إلى أي مدى. يعني يضرب المدارس فيقول لك أصل المقاومة بتستخبى جوه، ويضرب المستشفيات ويقول لك أصل المقاومة بتستخبى جوه، ويضرب الكنائس ويقول لك أصل المقاومة بتستخبى جوه. طب المقاومة بتستخبى في محطة المية؟ طيب بلاش محطة المية. طب الخطوط بتاعت مية الشرب، الخطوط بتاعت مية الشرب مش المحطة، لأنه تيجي تقول له المحطة فيقول لك ما هو أصل بيسرقوا منها الوقود وبيستخدموه. يعني أنت متصور هو فعلا مش هزار؟ الناس دي طول الوقت عندها حالة لف ودوران وكذب، وهم عارفين إن العالم مستعد يتقبل أي حاجة بيقولوها، لأن هو إيه، العالم طول الوقت عنده إحساس كده إيه بالخزي، ما إحنا اضطهدناكوا قبل كده فإحنا مضطرين نقول حاضر على أي حاجة، ده طول الوقت دي الطريقة. طيب جوه المواسير خطوط المية بتتضرب ليه؟ مفيش سبب بقى يقدر يقوله. الواقع انه بيضرب خطوط الميه فتتقطع الميه عن الناس، فتبدا الناس تعتمد على الابار المحليه كمصدر للشرب. في انهي عرف، في انهي قانون، في انهي عقل او ضمير يقظ يقبل ذلك؟ معانا على التليفون الاستاذ احمد زكرنا، الكاتب والباحث السياسي، محدثنا من رام الله. اهلا بيك. اهلا بك استاذ يوسف وابو مشاهدينك الاكارم. الله يخليك يا استاذ احمد. الاول يعني كلمني عن الوضع عندكم في رام الله، الى اي مدى وصل او وصلت وحشيه هذا الاحتلال واعتداءاته، لانه الاعتداءات لم تكن فقط او لم تقتصر فقط على القطاع وانما ايضا على الضفه. يعني خلينا نضع النقاط على الحروف بدايه ونقول انه الحرب قد تجري أمام الإعلام في غزة، ولكن العين على الضفة الغربية. ما بعرف إن الصوت واضح ولا أنا صوتي مش واضح. الصوت واضح. طيب الحرب تجري حقيقة في غزة نعم، ولكن العين على الضفة الغربية لأسباب مرتبطة بالأبعاد التوراتية والدينية لدى هذا المحتل. فهم يرون في الضفة الغربية بأنها يهودة والسامرة، وبالتالي ما يجري في الضفة الغربية لا يقل شراسة حقيقة عن ما يجري في غزة، بل قد يكون أوسع على أبعاد أخرى، لها علاقة بالاستيطان، لها علاقة بتفكير بعض القرى، مهاجمة بعض القرى، إطلاق يد المستوطنين، غلاة المستوطنين إلى آخره. وبالتالي العملية الشرسة في الضفة الغربية لم تتوقف منذ قبل هذه الجولة، جولة العدوان الأخيرة، وما زالت، بل زادت الحدة، حدة التعديات والاعتقالات والقتل المجاني ورفع الجثث على الجرافات، محاولة إهانة الإنسان بوصفه إنسان بالأساس، وهذه لها أبعاد ولها تداعيات ولها أسباب أيضا ترتبط بهذه العقلية الفاشية التي تتحكم بهذا المحتل في كل مكان وفي كل زمان. وبالتالي الأمر في الضفة الغربية قاسي، وبشكل يومي يشهد اعتقالات ومداهمات واقتحامات واشتباكات، وهناك محاولة لتصدير ما يحدث في غزة، بمعنى استخدام القوة الجوية لضرب قوى المقاومة مثلا في جنين، في نابلس، وهذا حدث يوم أمس وأول أمس، ومحاولة إسعادة هذه العملية كما كانت في الانتفاضة الثانية قبل أكثر من 20 عاما. وبالتالي العملية في الضفة تسير كما تسير في غزة تماما، وقد تكون بشكل أشرس ولها أبعاد مختلفة تأخذ مدايات أخرى على المستوى المستقبلي لمحاولة فرض الهيمنة الإسرائيلية على كامل الأرض الفلسطينية. وهذا مرده لأمر
لم يتوقف أمامه الكثير من الباحثين العرب حقيقة. نعم قد يكون العربي أو المجموعة العربية قد هزمت بالمعنى العسكري في العام 67، ولكن الإسرائيلي انكسر أو انكسر مشروعه الصهيوني حين ذاك لسبب أساسي وبسيط، بأنه كان يحاول أن تتمدد هذه الحرب لأيام وشهور طويلة حتى يستطيع إجلاء وتهجير من تبقى من الفلسطينيين. ولأن الحرب لم تستمر سوى 6 أيام ودخلنا في حرب استنزاف بعدها، لم يستطع أن ينفذ هذا المخطط الاستكمالي لموضوع التهجير في العام 1948، وهو ما يحدث الآن. وحاولت طيلة هذه الفترة من الزمن أن تبحث عن طرق بديلة، بمعنى أن يكون هناك كيان فلسطيني مستقل بين مزدوجين قانوني يمنعه عن الاندماج في الأرض المحتلة بالكامل، فلسطيني التاريخية، فلا يحمل في حين ذات الجنسية الإسرائيلية على سبيل المثال، ولا يتحمل مسؤولياته لا السياسية ولا الاقتصادية ولا الاجتماعية. وبالتالي حاول أن يماطل تحت هذا العنوان ويقول أن هناك كيان فلسطيني يحمل جنسية فلسطينية، ولكن هذا الكيان ضرب منذ اللحظات الأولى ولم يعطنا شيء منذ أن اغتيل رابين في الداخل الإسرائيلي. وهذا يبرهن على أن العقلية الصهيونية التي تتحكم في هذه الدولة هي عقلية يعني عندها شيء من النازية، عندها شيء من الشفوية، عندها شيء من الفاشية في معاملتها وفي تعاملها مع الآخر. هم ارتكبوا من الشنائع والفظائع والمجازر والمذابح ما يتفوقون به على جرائم النازية والفاشيست مع بعض يعني. فبالفعل هو ده الوضع القائم للأسف داخل الأراضي المحتل. أنا بشكرك أولا أستاذ أحمد زكرنا، الكاتب والباحث السياسي من رام الله.